مساء الخير، معكم اللاوي كاتب ومخرج سينمائي. كما لاحظتم وصلنا الجزء 18، وهو جزء من الأجزاء اللي كان تعمقوا فيه وكان طوروا فيه المادة ديال البناء الدرامي في السيناريو، لأن كما قلنا السيناريو هو البناء الدرامي أو السيناريو سي لا ستركتور. دونك كما كتلاحظوا في التصميم ديال سيد فيلم البارادايم فيه لي ريفيلاسيون، مجموعة من لي ريفيلاسيون. شنو هما لي ريفيلاسيون؟ وقلنا هما إفشاء أو بوح، أو بوح بحقيقة، بوح سر ديال 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 الحبكة، أو عندما كتوقع شي حاجة وكي يغون كونت كو لو بيرسوناج كيفهم بأن واحد الحقيقة بانت حداه، كما تنقولو تيحل عينو، كيفهم بأنه تيقول أها، إذا لحظة أها هي لا ريفيلاسيون. واهم ما كيجي جاء في كتاب تشريح السيناريو عند جون توبي وهي سيلف ريفيليشن، بمعنى لا ريفيلاسيون جينيرال اذا كانت المعنى هو هذاك، او بوح اخير، بوح بحقيقه القطعيه الانيفيتابل الاخيره. وكما يقال ان احسن طريقه لكتابه السيناريو وهو البدء وهو البداية كتابة من الأخير، أي عن طريق self revelation أو عن طريق la revelation أو عن طريق الحقيقة الأخيرة التي يعرفها الشخصية الرئيسية أو البطل أو الشخص. يعرفوا مثلا البطل تعرف لحظة أها، لحظة الحسم، لحظة اللي كتنتهي مع الكلايماكس، مع الدونيومون، مع نهاية الفيلم، تعرف ديك بأنه إما كان كما تنقولوا مقولب، أو كان مسحور، أو كان كيعيش واحد الحب زائف، أو بأنه كان كيعيش واحد مع واحد لفام، واحد الحياة زائفة، يعني لحظة حقيقية، لحظة الحقيقة. وهنا تشير جون توبي في كتابه تشريح في السيناريو، وكيقترح على ان الكتاب ديال السيناريو يبداو من هذه اللحظه ويرجعوا الى اول دقيقه، ثم يبدا بشرح او بكتابه على الخصوصيه ديال البيرسوناج، الشخصيه وعلاقتها بالحبكه، من ثم باش يوصل الى الحقيقه النهائيه اللي هي سيلف ريفيليشن. وهنا اليوم غادي نشيروا على واحد العمليه رياضيه قام بها جون توبي تنفعكم بزاف، ولا حاولتوا هي في الحقيقه راه سهله، كتبان بان في الاول شوفه فيها كتبان بان راه صعيبه، لكن هي في الحقيقه سهله جدا. وهي هذه، بمعنى اف فوا ا ايتيغال سي. ما معنى اف فوا ا ايتيغال سي؟ بمعنى انه طريقه كتابه السيناريو كيخصو يشمل هاد النظريه الرياضيه، بمعنى اف هي لا فابليس، ضعف الشخصيه، اي لو ديزير او شي حاجه عنده الداخل، شي جروح اللي كتجعلو انه ضعيف، اللي كتجعلو انه كيقوي الموتيفاسيون على طول السفر ديالو في الفيلم، هي دي اف لا فابليس، لا فابليس دان بيرسوناج. يعني هاش كتعني هذه؟ عندها علاقة بالشخص، عندها علاقة بالشخصية الرئيسية أو البطل. فوا يعني الضرب، كتضرب في أ. ما معنى أ؟ هي الأكسيون. أكسيون يعني الحركة أو العمل الرئيسي الذي سوف يقوم به البطل خلال الرحلة دياله، انطلاقا من الدقيقة الأولى أو الدقيقة ما بعد الحدث المستفز أو كتوقع شي حاجه ليه، فكيحاول كيسافر. كاين مجموعه من السفر كما جاء عند جوزيف كامبيل، يقدر يكون سفر اسطوري، يكون سفر نفسي بسيكولوجيك الداخل ديالو، يقدر وهذا من اصعب حاجه عند المخرجين، كيبينوا السفر الداخلي صعيب جدا في التصوير ديالو، لكن هذا ما يعنيش انه الانسان دائما يحاول. اذا عندنا فابلس فوا اكسيون ايتيغال شونجمون، ها باللغه الانجليزيه تشينج اي نضج، بمعنى انه
لاف اف هي لا فيبلس ديال بيرسوناج، الخصوصيه ديالو كيتعرض لواحد الحدث، كيتعرض الى صدمه، الى شوك في حياته، او لا الى شي حاجه مهمه كتجعله انه يدير اكسيون، يدير اكسيون، يدير يتحرك في يسافر عن طريق في السيناريو، يعني في المشهد، خاصه في المشهد الثاني. ومن ثم رغم انه غادي يلقى حواجز وصعوبات كثيره لا على المستوى الاخلاقي ولا على المستوى النفسي، لكن عادي عنده واحد الهدف كيرسم، الهدف، ديالو اللي كيغير المسار ديالو. وهذا شفناه عند الشخصيه الرئيسيه واهم شخصيه عند جيمس كاميرون، وهي روز، اللي عن طريق الحركه مع جاك غير واكتشاف ديال الحب الحقيقي ديال جاك، غيرات المسار ديالها ومشات مع الى عالم اخر. وبالفعل شنو كيوقع؟ بما يسمى ايتيغال تساوي سي شونجمون، اي نضج، نضجات عندما فهمت، خاصه ديك اللحظه، لاحظوا معايا ديك اللحظه اللي كانت كيمدوا لها اليد، هو وكارل، جاك وكارل الشرير، البطل الشرير، كيمدوا لها اليد وتي حطوها في الفلوكه على اساس انه ينقذوها. لكن ديك الساعه فين شنو كيوقع؟ تيوقع ايتيغال شونجمون، تيوقع انها تنضج وكتفهم بان لا سبيل الى، ما كيهمش الحياه، وما كيهمش ان تمشي مع الاخرين، ما كيهمش الحياه ديال باش تنقذ ولادها، انما بقدر ما تهم تكون مع الحبيب اللي اختارته في حياته، وهو جاك. جد مهمة هاد النظرية. إذا غادي نرجعوا واحد المسألة مهمة، وهو صراع القيم. هاد صراع القيم، أنا بغيكم تشوفوا واحد الفيلم تونسي. قبل ما نشوفوا هاد الفيلم، قبل ما نتكلموا على هاد الفيلم التونسي، نتكلموا على واحد الفيلم مغربي اللي كان هو رائع في صراع القيم، وكان أنا أعتقد ديال نصف السماء ديال عبد القادر القطع. كيتكلم على المعاناة ديال الشاعر العبي، شاعر لا فامي ديال لا سوفرونس، لا فامي ديال اللعبي، عندما كان تناضل من اجل المغرب في حريه، في مساواه، الحريه الحقيقيه، حريه التعبير، حقوق الانسان في السبعينات او ما قبل السبعينات في سنوات الرصاص. فكانت صراع ما بين صراع القيم، صراع ديال الشخوص انها باغيه ذاك العالم، القيم ديال الحريه والحقوق ويعني والديمقراطيه، بالمقابل هناك عالم اخر وهو عالم باسيف، اللي هو عالم ديك الساعه كان النظام كيبغي القمع وكيبغي الاستبداد، ويعني صراع القيم هنا. هذه هي ما اللي بغينا نتكلموا عليها. واحسن فيلم اللي شفته مؤخرا اعتقد بانه راه كاين في السوق، وخاصة عند فؤاد المنيوري في السمارين في الرباط، هذا الولد، هذا الشاب اللي كيدير واحد لا سينيفيلي اكستراوردينير بوغ لي سينيفيل، كيحاول انه يروج الافلام ذات اللذة السينمائية العالية. فسيروا عنده، تلقاو عنده الفيلم ديال ليلى بوزيد. هاد ليلى بوزيد هي البنت ديال نوري بوزيد، المخرج اللي ما بعد الحرب، اهم مخرج ما بعد الحرب العالمية الثانية ديال في تونس. هاد البنت عندها 32 ساعه، شغلات كمساعده مخرجه مع عبد اللطيف كيشيش، واستطاعت ان دير واحد الفيلم جميل جدا، خدات به جوائز عالميه لا في فينيس ولا في كان، وهو فيلم سميتو ابان جوفر لي زيو، اعتقد يلا حل عيني، يعني كتحل عينيها في واقع ما. والقصه هي ديال واحد البنت، بنت كتعيش مع الام ديالها، الاب ديالها كنفهم بانه يدي سيباري، ولكن صراع القيم هنا فين؟ ايش كيتجلى؟ فالبنت انه هي عندها طموح، كتبغي تعيش واحد العالم ديال الروك، عالم ديال الحريه، عالم ديال كروب، عالم ديال ميوزيك، مع الشباب ومع كذا، وخاصه الفتره ديال ما قبل الربيع العربي 2010 في تونس. فكان ديك الساعه القمع، رغم القمع ورغم الاستبداد ورغم الابواب المغلقه الموصده ضد الشباب، فهي حاولت انه كتعيش اللحظه ديالها، تتعيش الحريه. بالمقابل هناك الام ديالها، اللي هي ام مسيسه، ام مغبوره بافكار مخابراتيه، كيجي عندها واحد السيد مخبر ويخبر على بنتها، تيقول لها بان بنتها كتمشي
مع الولاد وكتسهر في الليالي وفي لي ديسكوتاك وكتغني. في الحقيقه هي كتغني على البلد ديالها، على المستقبل ديالها، على تونس، على الافاق، على الحريه. اذا هناك صراع قيم، صراع القيم ما بين شباب يعني عنده طموح، بغي يشوف الحريه، بغي يشوف الامال، بغي يشوف تونس جميله، بغي يشوف المستقبل ديال بلاده. وهناك جيل اخر وهو جيل ما قبل الربيع العربي، الذي جيل مدجان بوليتيسيزي مسيس، الذي كيقبل وتستسلم الى النظام ديال بن علي، النظام ديال الخنوع، ديال الاستبداد، ديال القمع. هذا الفيلم هذا راه موجود عند فؤاد المنيوري، ابان جوف غريزيو، فيلم جميل جدا. ولكن هناك افلام كثيره فيها صراع القيم، غير هو يعني حاولوا انه تقلبوا على هذا الصراع. شوفوا كل مشهد ملي كيكون مثلا شخصيتين محوريتين تيكونوا في صراع، كيكونوا في صراع، والصراع تيكون في شكل تصاعدي. عندما تيكون صراع في شكل تصاعدي عرفوا بانه هناك صراع. لما كتلقى مثلا شاب مع الاب ديالو، شاب باغي يعيش حياته في الحريه السيارات السريعه وكذا وداكشي، والاب لا تيقول له هذيك الطريقه راه ما غادي تسلكش، سير بلاتي احسن. يعني الوالد تيعيش قيم ديال الحكمه وديال التبصر وكذا، والشاب خصو بسرعه، ان اي حاجه خصها تكون بسرعه، بغى المال، بغى السياره، بغى الدريه تكون حداه باسرع ما يمكن. فكاين هناك صراع. اذا باش نعرفوا هاد الصراعات، كما قلت لكم في واحد الحلقه من الحلقات، في البلازما ديالكم او في التلفزيون ديالكم دائما ارسموا هذيك علامات بلس الفوق، وفي الوسط ديالها ديروا موان، والتحت ديروا سلاش او لا افتح ديال القوس. اش كتعني؟ وانا بلس قلنا ملي يكون صراع مشهد حواري فيه تصاعد، جوج ديال الشخصيات يكونوا كيتحاوروا بشكل تصاعدي، لكن ملي كيسقطوا دير موان، شوف موان، وملي كيكون الصراع في اشد ديالو فدير سلاش. هذا ما كاين اليوم، ونتمنى انه ان شاء الله عن قريب نديروا دورات جديده في البناء الدرامي، في الحلقه في الجزء 19. ترقبوا الحلقه الجايه، والى فرصه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.